صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نجد كثيرا من الناس يتكلمون ويسوءون الظن بولاة الأمر والعلماء بأوصاف نكرهها وننكر عليهم ويضحكون علينا ويقولون عنا أنتم مساكين لا تعلمون، حتى أنني أذكر في مجلس نتناقش وذكرت لهم أنني أدعو لولاة الأمر فضحكوا علي واستهزأوا بكلامي، فماذا يقال لهؤلاء؟ أنت أديت الذي عليك ونصحتهم، إذا لم يقبلوا فلا تجلس معهم، تقوم من هذا المجلس ولا تجالسهم، لأنك أديت الذي عليك وهم أبوا أن يقبلوا ويلحقون لا تجالسهم. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الجلوس في مجالس فيها منكر، ولا سيما مثل هذا المنكر الفظيع، إلا لمن ينكر هذا الشيء ويكون لإنكاره قبول، أما إذا لم يقبل فإنه يترك هذا المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء يسخرون بآيات الله، لأن آيات الله تنهى عن سب ولاة أمور المسلمين وتنهى عن الوقيعة في أعراض المسلمين، هم يسخرون من آيات الله التي تنهاهم عن ذلك. نعم.